فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي في اخر جزء من الحصه نتاعنا اليوم، نحكي على مقابله منتخب بلاواست اليوم ضد منتخب اوغندا في نصف نهائي بطوله افريقيا. معنا بالتليفون انيس العياري اللاعب الدولي السابق. انيس، باش نسالك الساعه قبل ما نحكي على ماتش اوغندا، كيف شفت المنتخب في البطوله هذه؟ ظهر خدمنا برشا بلوس انت عامر كانزارو، كيفيه التعامل مع البطوله هذه ممتاز وممتاز برشا، نشوف برشا ذهاء برشا ذكاء، عنده اكسبيريونس معاه في المواعيد هذه سيرتو في كوب دافريك نتاع ليكيل الوليد، ما تعرف كيفاش يتعامل مع الدورات هذوما. المنتخب نتاعنا ينيتي با معناتها بيرفورمون بالاهداف الكبيره بالبرفورمانس الكبيره، لكن نتصور برشا ذكاء في التعامل مع المباريات خاصه مع مباراه المغرب. اليوم نلقاو روحنا في الدمي فينال، نتصور انه بالنسبه لينا توصل الدمي فينال وتزيح المغرب بالنسبه لينا تنجم تكون كان متالق، هذا النتائج تقول من بعد فنيا في دورات كيما كي ماكش مطالب انك تصنع لعب، ماكش مطالب انك تعمل مباريات كبيره، مطالب بالنتيجه، النتيجه اللي قاعدين نقدموا فيها اليوم رغم العطاء نوعا ما مش الكثير لكن برشا ذكاء وصلنا الدمي فينال، ان شاء الله ماهر بنفس الذهاء نفس السبرين من العبيه اللي ريتو الديسكور نتاع الجارديان نتاع الملعبيه كل واحد كيفاش يوصل في الميساج نتاعو حاجه ممتازه ممتازه برشا. رحمه كي خاصه تشوف ملعبيه صغار حاسين بالمسؤوليه يحبوا يفرحوا عائلاتهم يحبوا يفرحوا شعب يدخلوا للتاريخ من بيت كبير، هذا مهم خاطر كي تشوف لونفي وتشوف كيفاش تعيش الملعبيه هذوما بعضهم ياكد انه الجو باهي وانه الملعبيه هذوما ينجموا يمشوا بعيد. ان شاء الله اليوم ما نركزوش معاهم برشا نشجعوهم هكاهو باش نجموا نوصلوا واحده واحده للفينال ان شاء الله. اكيد اكيد اوغندي مو سهل لكن وني كاباب، هذا نتمناه. هانيس، البارح كانت تعقدت الندوه الصحفيه الخاصه بالمقابله، نسمعوا شنو قال ماهر الكنزاري كوتش نتاع المنتخب حول الماتش وبعد راجعين معاك انيس العياري. تحضير برشا برشا ما لقيناش برشا وقت باش نحضروا ماتشنا البارح، سيتي لوندومان دي ماتش اللي فات و ميم تون سيتي لو جي موان دو نتاع الماتش هذايا، دونك عملنا ان بتيت انترينمون نتاع إزالة شوية تعب، سافرنا وصلنا سي انستالي في نواقشوط من جديد، وان شاء الله اليوم عندنا اون ديرنيغ سيونس باش نشوفوا فيها كلكو بلان دو جو كلكو سيتواسيون دو ترافاي حسب الادفيرسير. ما عندناش فريمون برشا وقت باش نخدموا لكن لي برانسيب نتاعنا سون توجور لي ميم، سي بيان اورغانيزي نخدموا على لي بوان فور نتاعنا وشويه على لي بوان فيبل دو لادفيرسير، و سي اون دومي فينال تعرف لونجو كبير ما لقيناش برشا وقت اوريزمون بون سي لو كا دون ان تورنوا كي تربح ما عندكش وقت دو سافوري لا فيكتوار نتاعك، كي تخسر ما عندكش الوقت باش تدنكس راسك وتقعد تتحسر. يدو في دخوه اخت لو يصبح حي لو لوندوما سي ان ماتش دو دومي فينال هيستوريك و اوني دوفون معناتها بحده قريب الانجاز عظيم جدا، وناكدوا اللي ونوعدوا التوانسه الكل اللي رانا اون فيغا تو سكيل فو بقدره ربي بور اريفي ا سيت فينال اللي تقعد معناتها اون كونسكراسيون كبيره للفوتبول التونيزيان و بيرفورمانس كبيره وان شاء الله ربي يجيب نفس السبب. كان هذا التصريح من موقع الجامعه التونسيه لكره القدم. منيس، ماهر الكنزاري يقول ما لقيناش الوقت باش نحضروا المنافس كما يلزم. نتصور هو محضر اكثر مني محضر، يعرف كل شيء كل كبيره كل كبيره. ماهر قاعد يراوغ شويه خاطر لقينا سيربريزات في برشا مباريات، ما عاد ممكن مباراه اللي خسرنا فيها ممكن نتصور انا ديفيد ماتش خايبه نتاع افريقيا الوسطى، لكن نتصور ماهر ماهر محضر ويعرف الادفيرسير مليح وما يحبش كيما نقولوا احنا يكون ايجابي برشا، يحب يجاوب على الميدان. قال لك باش نلعبوا على لي بوان فور نتاعنا، لي بوان فور هو البلوك نتاعو، هي الوقفه نتاع الملعبيه، الناس الكل تجري، الناس الكل تفك الكره اوتوماتيكمون كثير ترانزيسيون معناتها من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه، قاعدين نلعبوا في البلوك تاع النص، المنتخب نتاعنا يعرف يقف مع حارس مرمى ممتاز قاعد يوجه في الدفاع نتاعو، بيني داتاك مع الناس الملاعبيه اللي تعمل الديفيلين، عندنا وليد العتيسي ممكن جري شويه يعرف يعمل ليزابيل، دريما ملاعب تكنيك وليد العياري زاده، اما على لي بالاريتي نجمو سور لي بالاريتي، مباراه 90 دقيقه تنجم تتلعب على ديتاي صغار، كسوا بالاريتي كسوا هفه من المدافعين نتاع المنتخب الاوغندي، وني كابابل اذا نستغلوا هفوات
لادفيرسير نتاعنا منتخبنا اللي كابابل فما اللي كاليتي تكنيك سيرتو لاعب جديد ينجم يعطينا احسن ما عنده وينجم يمشي بينا للفينال اللي يعطي قاعد يفتش احسن مستويات نتاعو ميريسكي مير يعرف يتعامل مع الكوره يتلوم عملت لي اسيست تنيس عملت لي اسيست ما غير في بالك شكون باش تعدى معنا حمدي العبيدي يعني نسمعوا شنو قال قبل المقابله وبعد راجعين. اول حاجه الحمد لله يا ربي اللي احنا وصلنا للمربع الذهبي نستحقوا هذا نستحقوا نكونوا من الاربعه الاوائل في افريقيا حاجه ماهيش سهله. غدوه عندنا ماتش نتاع حياه او موت كونتر اوغندا. اوغندا سي اون ايكيب ريسبكتابل كي سي جوي تستحق تكون معناها في المربع الذهبي هذا باش نحضروا كيما نحضروا اي ماتش باش نكونوا معناها قدره ربي باش نمثلوا تونس احسن مستوى مستوى يليق بالشعار اللي هزينه وتحية تونس. أنيس حمدي قال ماتش حياة أو موت، شنو رأيك أنت من الناحية هذه؟ اسكو نورمال هكا نعطيو الماتش قيمة كبيرة باش يكونوا ملاعبية داخل داير يدخلوا كما يلزم في الماتش وإلا ما يلزمش نكبروا برشا على رواحنا واللي يجي مبروك؟ إيه الله غالب ملاعبي غير موتيفي قال كلمة شو ماهوش حياة أو موت ماتش أي ملاعب يتمنى يكون في الدمي فينال حاجة تفرح. ممكن لونفي والناس اللي تشجع فيهم تخليه يقول حياه موت بالعكس مازالت عنده برشا مباريات مشواره مازال طويل وباش يلقى الخير ان شاء الله. هذيك المباريات يكون كالم هو كابتن ديكيت يعرف كيف يتعامل مع الظروف. شهاب الكابتن مش هذا الكابتن شهاب العبيدي كابتن مش يعني بلوتو كابتن في وسط الميدان كابتن بالاكسبيريونس نتاعو راهو لازم شارك في هذا لكن حمدي كابتن في الفريق شهاب باسكو عندي الاكسبيريونس لاعب اكسبيريمونتي في وسط الميدان رايك شارك القيادة عمرها ما كانت في القيادة. انيس حمدي حمدي العبيدي المهاجم هذا اللي يلعب في المنتخب تو ما كانش موجود في التصفيات كيف شفته انت في كيف دخل الفيسح في الجروب كيف شفته في الاكيب اليوم؟ والله اضافته كبيرة بالريمة زاد كيف كي جا الوليد العياري يبان لي بالريمة المباراة الأولانية كان على بنك الاحتياط. يعني كي تجي تشوف اليوم ما عادش لازم تقول اللي كان في التصفيات واللي موجود الحالي. اليوم كيف كامل 23 جوار وانا عديت المراحل هذوما في كوب دافريك بعد النيكات ما عادش نلوجوا شكون يلعب في التصفيات لانه كلنا جروب واحدة اللي باش يلعب لازم يقدم احسن ما لديه عليه خاطر ثم شعار وثم راي وطني. هو اللي تي شو قال مقابل حياه موت بالعكس شيخ الملاعب شيخ النيشنال الناس تتفرج فيك عائلتك صحابك جمهورك جمهور نتاع اللي يحب جمعيتك ويحبك انت يعني نصور برشا شيخه تلا ما كبروش الماتش نخليه سقينا في القاعه الماتش 90 دقيقه نعرف كيفاش نتعاملوا معاه نجموا نقبلوا كيما نجموا نمركيو من الاول لازم نتعاملوا مع 90 دقيقه باش تكون فيناليست لازم تعمل برشا مجهود تقتل روح في التيران تجري برشا تعمل برشا الفور باش نجم تكون فيناليست با فاسيل تتر او فينال خاطر ماهيش باش تعطى كادو ان شاء الله الوليدات يفهموا الشيء هذا يعرفوا يتعاملوا مع المباراه هذيا اللي ماهيش باش تكون سهله على المنتخب بالكلام. شنو هي التشكيل الامثل اللي نبداو بها انيس؟ تشوف فما تغييرات لازمها في التشكيل اللي لعبت ماتش المغرب ولا نفسها ولا كيفاش؟ نفس التشكيله ممتازه برشا دفاعيين في وسط الميدان كيف ريكس كيف واقفه مليح وكيف كيف بالنسبه لي انا يخلي نفس التشكيله يحافظ عليها بقوة ربي ثم الدفاع. واضح يعطيك الصحة شكرا لك انيس. دونك كان هذا معنا اللاعب الدولي السابق انيس العياري حكينا معاه على البطوله التونسيه المقابلات اللي كانت اللي تعدى كذلك مقابله منتخب الوسط اليوم ان شاء الله مربوحه بالطبيعه وبالتوفيق لمنتخبنا من اجل النهائي التاريخي لمنتخبنا في كاس افريقيا الاوسط بالطبيعه تعرفوا سكون منتخبنا اول مره يتاهل لبطوله افريقيا في الصنف هذا في الاوسط ان شاء الله بالتوفيق لاولادنا اليوم 8:30 الليل موعد تونس اوغندا. هكا نكملوا في البلاي اليوم شكرا منال سيسي في الاخراج الناصر الساكري في الاخراج الرقمي ايضا شكرا محمد بسعيدي اجمل تحيات.